في بداية الحلقة. نخش بقى في الجزء الثاني المهم والمهم جدا فيما يخص المشكلة بتاعت المستشار تركي آل الشيخ والقنبلة اللي فجرها امبارح بالتويتة اللي قالها، وبعد جواب رسمي وخطاب رسمي للنادي الأهلي إن راجل عاوز يستقيل من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي. طب هو ليه عاوز يستقيل من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي؟ الأنباء اللي جات لي من جوه النادي الأهلي إن راجل زعلان، راجل زعلان. زعلان من إيه؟ مستشار تركي الشيخ زعلان إن في تهميش لدوره في الفترة السابقة، الفترة السابقة، وتهميش دوره ده جه من سلسلة طلبات هو طلبها وتم رفضها، وتم رفضها. أول طلب طلبه تركي الشيخ من إدارة النادي الأهلي إن هو يمول صفقة كهربا، وإن هو اللي يبقى صاحب الفلوس، يعني هو اللي يدفع صفقة كهربا. طبعا إدارة النادي الأهلي قالت لك لا شكرا، أنا مش هكرر نفس القصة بتاعت صلاح محسن اللي الصفقة بتاعته كلفت أكتر من 45 مليون جنيه تم دفعهم لنادي إنبي. طيب يا سيدي أوكي، أنا مش عاوزني كهربا علشان خاطر ما يبقاش زيه زي صلاح محسن وهلم جرى، يبقى إحنا بيليسنج إليكي المهاجم النيجيري اللي كان النادي الأهلي ومستر فايلر هيموتوا عليه، طب خلاص أنا على أتم استعداد يا جماعة إن أنا أمول صفقة بيليسنج إليكي. تم رفض طلبه أو تم رفض عرضه من إدارة النادي الأهلي بتمويل صفقة بيليسنج إليكي، وبعدها على طول النادي الأهلي بيروح يخلص أليو أليو باجي اللي احنا طبعا شفناها كلنا. تمام، اعتقد ان الـ يعني الـ 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 الامور ديت تفجرت اكتر لما المستشار تركي آل الشيخ اعلن عن انه هيدي مكافآت زيادة او مكافآت اضافية للعيبة النادي الاهلي عقب الفوز على الهلال السوداني والتأهل لمرحلة دوري المجموعات، واللي قياس الرأي العام، قياس الرأي العام من مجمل عموم جماهير النادي الأهلي لقوا إن في شريحة ليست صغيرة بل شريحة كبيرة من جماهير النادي الأهلي رافضه رفض تام قبول مجلس إدارة النادي الأهلي إن يبقى فيه دعم من على هذه الشاكلة من المستشار تركي آل الشيخ. زعل جمهور، زعل، هم مش عاوزين يبقى في اي نوع من انواع الدعم المالي او المادي تاني للعيبة النادي الاهلي في اي صورة بقى من الصور، مكافآت خاصة، مش عارف لبس، اي حاجة. لا، جماهير النادي الاهلي عندهم مشكلة برضو في الخلفيات اللي كانت موجودة الفترة اللي فاتت، وبناء عليه تم رفض موضوع كهربا وموضوع بيليسنج إليكي، وتم رفض كمان تم رفض المقترح او الاوفر العرض يعني اللي قدمه المستشار تركي الشيخ ان هو يصفر النادي الاهلي، ودي اخر حاجة حصلت عشان تبقوا عارفين برضو ودارين بكل بواطن الامور، انه يصفر النادي الاهلي على طيارة خاصة لجنوب افريقيا. طبعا السفر من هنا لجنوب افريقيا يعني لا، مسافة جامدة، مسافة كبيرة، مش عارف نخش لها يمكن 5-6 ساعات ويمكن اكتر من كده كمان. رفض الكابتن محمود الخطيب هذا الطلب واصر ان هو يسافر على مصر للطيران، فده طبعا اثار ايه يعني زعل برضو من المستشار، يعني انا عاوز اعمل لك كذا وانت بترفض، وانا عايز اعمل لك كذا وانت بترفض، وانا عايز اعمل لك كذا، 8 ساعات بالظبط كده السفر من هناك لهنا، 8 ساعات. فبالتالي الامور ايه يعني كل ما يقول لهم اعمل لكم لا شكرا، اعمل لكم لا شكرا، اعمل لكم لا شكرا.
معلومات انا بقى كمان الشخصيه من جوه الكواليس في النادي الاهلي. اكتر حاجه زعلت المستشار تركي آل الشيخ المجهودات الكبيره اللي عملها في مباراه السوبر المصري في الامارات وتحمله لتكاليف سفر واقامه وطيران وانتقالات عدد كبير من الجماهير النادي الاهلي المصريه للامارات ويحضروا الماتش. كل حاجه بقى من اي تو زي، من الانتقالات وتذاكر الطيران والسفر وتذكره الماتش والانتقالات الداخليه والعوده ويعني حاجات كتير قوي. السفر ما بيبقاش حاجه قليله، والعدد اللي هو مكان اللي كان مسافره ما كانش قليل، لا العدد كان كبير. فالمجهود اللي بوذل في الاطار ده والاموال اللي صرفت في الاطار ده لا النادي الاهلي القى عليها الضوء ولا حتى قال شكرا، ولا مجلس ادارة النادي الاهلي ابرز دور تركي الشيخ في الموضوع دوت في الاعلام، ولا نادي مجلس اداره النادي الاهلي برز دور مستشار تركي ايه في الاعلام. فبالتالي الراجل حس ان هو بيعمل مجهودات كبيره جدا والمردود بتاعها حاجتين، يا اما رفض يا اما التجاهل، يا اما رفض يا اما الايه يا اما التجاهل. وبالتالي هو فضل اثر ان هو ينأى بجانبه وان هو يقف عند مثل هذا الحد في فض محترم للعلاقة المحترمة برضو اللي رجعت ما بينه وما بين إدارة النادي. لأن أنا بشرح لكم الموقف دون رأي شخصي ليا، طبعا انتوا لكم مطلق الحرية، اللي مع اللي ضد اللي كل واحد بيشكل رأيه زي ما هو. أنا بشرح لك موقف موجود على الساحة دون تدخل من رأي شخصي ايه ليا، بل على العكس، ده انا هقول لك ان مجلس ادارة النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب قرر، خد بقى عندك، قرر عقد اجتماع لمجلس ادارة النادي الاهلي عقب العودة من جنوب افريقيا ومباراة العودة لسان داونز لمناقشة استقالة المستشار تركي الشيخ من مجلس ادارة النادي الاهلي الشرفية والاستقرار على قرار اما القبول واما الرفض، اما القبول واما الايه الرفض. والسؤال هنا هو مجلس ادارة النادي الاهلي مين في موافق ومين رافض؟ انا بقى هقول لك مين موافق ومين رافض. اللي موافق ثلاثة بيزقوا في هذا الاتجاه بكل ما اوتوا من قوة، اللي هم مين بقى؟ اللي هم راني علواني وخالد مرتجي وخالد الدرندلي مع حفظ الالقاب لكل من الثلاثة كامل الاحترام للقب. مرتجي والدرندلي وعلواني الثلاثة دول هم اللي مصمصمين، اللي هم مصممين يعني على ان تتم قبول استقالة المستشار تركي آل الشيخ. في المقابل الناحية التانية مفيش حد ضد قبول الاستقالة الا الوزير السابق عمري فاروق، هو اللي بيزق في اتجاه مع كابتن محمود الخطيب طبعا ان لا ما نقبلش الاستقالة ونرفض الاستقالة ويظل المستشار تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا للنادي الاهلي. باقي اعضاء المجلس مفوضين الكابتن محمود الخطيب في اتخاذ القرار المناسب الملائم لما يراه في صالح النادي الاهلي في الفتره الايه القادمه. ايه اللي هيتم في الاجتماع بعد ما يرجع الكابتن محمود الخطيب في النادي الاهلي هو دوت اللي هتحسمه ترابيزه الاجتماعات، واللي هتحسمه التحركات والمكالمات والواتساب ما بينهم على جروب مجلس إدارة النادي
الاهلي قبل ما يقعدوا على ترابيزه الاجتماع. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الموضوع مهم زي كده بيتم اخذ الراي تليفونيا كده ما بين الاعضاء وما بين بعضهم قبل ما بيتم اتخاذ ايه؟ قبل ما بيتم اتخاذ قرار. الموضوع الاخير اللي حابب اتكلم فيه مع حضراتكم واللي قد يكون بمثابه يعني كبرى المفاجآت اللي